مساء الفل شباب، تانية سنة. وفي الفيديو ده هنعمل سمري أو ملخص للسن 5 اللي هو التوتال انترنال ريفليكشن، وهنرجع على حاجتين. يعني ايه توتال انترنال ريفليكشن والابليكيشنز بتاعته. نبتدي بأول حاجة معنى التوتال انترنال ريفليكشن وبيحصل امتى. في الاكزامبل ده يوضح لنا كل شيء، بس لازم نفهم الريليشن دي كويس، وده هنفهمها من خلال الاكزامبل. دلوقتي اللايت هيتنقل من تحت من ميديوم هاي دانستي لميديوم لو دانستي، وليكن مثلا الووتر هاي دانستي والاير لو دنسيتي. هنعمل 4 بيمز اوف لايت. اول بيم اوف لايت بالشكل ده، لو اللايت فولز بيربنديكولار هيحصل له ايه؟ ولا حاجه، هيكمل وزود اني ريفراكشن بالشكل ده. ده البيم اوف لايت الاولاني، وده ما يهمنيش قوي. تعالى ناخد بيم اوف لايت تاني. لو انا رسمت بيم اوف لايت بالشكل ده، فين الانجل اوف انسنس؟ الانجل اوف انسنس بين اللايت وبين النورمال اللي هو الخط الاسود ده. فلو عملت زوم كده هلاقي ان الانجل بين اللاين ده واللاين ده هي الانجل دي، خلينا نسميها فاي 1. طيب تعال نشوف بقى اللايت هيتكسر ازاي. دلوقتي اللايت اتنقل من هاي دانستي لو دانستي، يعني الدانستي قلت. طيب لما الدانستي تقل، السيتا او الانجل هيحصل لها ايه؟ هتزيد. يبقى دلوقتي طالما الدانستي قلت يبقى الانجل هتزيد، وطالما الانجل هتزيد مش هيقرب من النورمال، لا هيبعد عن النورمال. فاللايت هيرفلكت او هيرفراكت بالشكل ده، وده الدايركشن بتاعه. وفين بقى السيتا؟ هي بين اللايت وبين النورمال اللي هي الانجل دي، خلينا نسميها سيتا 1. ده اللايت التاني اتكسر. تعال نعمل بيم اوف لايت تالت من نفس السورس بالشكل ده، ده الدايركشن بتاع اللايت. فين الانجل اوف انسنس بين اللايت وبين النورمال؟ خلينا نسميها فاي 2. طيب مش فاي 2 اكبر من فاي 1؟ اه مظبوط. يبقى الريفراكشن هيزيد او هيبعد اكتر عن النورمال. يبقى بدل ما هو كان كده في الحالة اللي فاتت، هيتكسر كده وبعد كده كده وبعد كده كده. المهم اعلى انجل اوف ريفراكشن لما اللايت ده يمشي فين؟ على السيبريتنج سيرفيس بالشكل ده. مظبوط. واقف بقى هنا، تعالى نعمل زوم. لو اللايت مشي على السيبريتنج سيرفيس، الانجل هنا السيتا هتبقى بكام؟ هتبقى ب90. تمام. طيب تعال نشوف الباس بتاع اللايت التالت. لو من نفس السورس هنزل لايت بالشكل ده، وادي الدايركشن بتاعه، والفاي دي هي الفاي 3. الانجل دي اكبر من دي، يبقى المفروض الانجل دي هتزيد كمان. طب هو خلاص جاب اخره هنا، هيحصل له ايه؟ زي ما انت توقعت، هيرجع تاني لنفس الميديا. ولما اللايت يرجع تاني لنفس الميديا بالشكل ده، يبقى عمل توتال انترنال ريفليكشن، وساعتها السيتا 3 هتبقى زي الفاي 3. يعني مثلا لو دي 60 هتبقى دي ب 60. يبقى التوتال انترنال ريفليكشن حصل امتى؟ لما الانجل اوف انسنس فضلت تزيد تزيد لحد ما عمل توتال انترنال ريفليكشن. بس شرط لازم يكون اللايت جاي منين؟ في الهاي دانستي. يبقى اول شرط ان لازم يكون اللايت جاي من ميديوم هاي دانستي لميديوم لو دانستي. لو الشرط ده مش موجود، الدرس ده ملوش لازم. طيب مين بقى اللي بيحدد اذا كان اللايت هيتكسر ولا هينعكس زي ما احنا شايفين؟ الانجل دي. اشمعنى الانجل دي؟ عشان دي السيتا بتاعتها ب90، عشان دي اعلى انجل اوف ريفراكشن. عشان كده هنغير اسم الفاي 2 دي. تعال اقول لك بقى هنسميها ايه. هنسميها فاي برضو، بس هنسميها فاي سي. طب يعني ايه فاي سي؟ فاي سي يعني كريتيكال انجل. طيب ودي اهم انجل في الدرس. ليه اهم انجل في الدرس؟ هقول لك حالا. الفاي سي هي اللي بتحدد اللايت هيتكسر كده ولا هينكسر كده ولا هيرجع تاني ازاي. لو انا قلت لك دي 40 مثلا، فانت عرفت ان ال 40 السيتا بتاعتها ب90. طب لو 30 مش اقل من 40 يبقى يحصل له ريفراكشن. طب لو اللايت نزل ب50 اكبر من 40 يبقى يحصل له ريفليكشن. فعشان كده دي اهم واحده. طب دي ايه مواصفاتها؟ ليها 3 مواصفات ما تنساهمش. اول حاجه، الفاي سي دي انجل اوف انسنس ولا انجل اوف ريفراكشن؟ لا، هي انجل اوف انسنس. الريفراكشن بتاعتها اسمها سيتا. يبقى ده اول شرط، ان دي انجل اوف انسنس. الشرط الثاني، الفاي سي دي في الهاي ولا اللو دانستي ميديوم؟ لا، في الهاي دانستي ميديوم. يبقى الشرط الثاني، الكريتيكال انجل لازم تكون في ميديوم هاي دانستي. الشرط الثالث والاخير، دايما السيتا بتاعتها كام؟ ب90. يبقى السيتا بتاعت الفاي سي هي اللي ب90. يعني مش دي الكريتيكال، لا دي الفاي، دي هي الكريتيكال اللي السيتا بتاعتها ب90. حلو حلو، دول الـ3 شروط بتوع الكريتيكال انجل.
طب الكريتيكال انجل تعالى افكرك كانت بتحس بازاي من الرول ده، ساين فاي سي بتساوي ان 2 على ان 1، وشرط ال ان 1 ده ال ان بتاعت الميديم الاولاني اللي هو كده كده هاي دانستي، وال ان 2 بتاع الميديم التاني اللي هو كده كده لو دانستي. يبقى احنا كده عرفنا ايه الكريتيكال انجل دي، ولو اللايت نزل بفاليو اكبر منها هيحصل ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن. تعالى بقى نلم الموضوع ده كله في جمل محدده. اول حاجه، لو الفاي اللي مدهاني اصغر من الكريتيكال اللايت حصل له ايه؟ ريفراكشن. يبقى لو الفاي اصغر من الفاي سي اللايت بيحصل له ريفراكشن، تمام. طيب ولو اللايت نزل بانجل اكبر من الفاي سي هيحصل ايه؟ لا ده مش هيحصل ريفراكشن، ده يحصل توتال انترنال ريفليكشن، تمام. تعال ناخد الكلام ده في اكزامبل عشان يبقى له معنى. دلوقتي اللايت هيتنقل من الجلاس للووتر للاير، وادي النورمال بالشكل ده وده الباس بتاع اللايت، والانجل اوف انسنس بتاعتنا هنا خلينا نقول انها ب 60، والان بتاعت الجلاس هو مداني ب 1.5، والووتر بروت 2، والان بتاعت الاير كده كده ب 1. بيقول لك تريس ا باس اوف لايت من هنا، هل هيوصل للاير ولا لا؟ واحده واحده بقى كده. اول خطوه نشوف اللايت هيتنقل من هاي للو دانستي ولا لا. هو هيتنقل من الجلاس للووتر، يبقى من هاي دانستي للو دانستي. يبقى اول خطوه نحسب مين؟ الكريتيكال انجل. تعال نحسب الكريتيكال انجل، ساين فاي سي بتساوي ان 2 على ان 1. طب مين ال ان 2 وال ان 1؟ ال ان 1 اللي هي بتاعه الجلاس الميديم اللي جاي منه اللايت، وال ان 2 اللي رايح له اللايت. يبقى ان 2 بروت 2 على 1.5. من هنا نقدر نحسب الفاي سي، هعمل شيفت ساين للكلام ده، الكريتيكال انجل هتطلع ب 72. تعالى بقى نقارن بعد ما جبنا الكريتيكال، الفاي بالكريتيكال انجل. الفاي بتاعتنا بكام؟ 60. دي اصغر ولا اكبر من الكريتيكال؟ لا اصغر. احنا قلنا لو الفاي اصغر من الكريتيكال هيعمل ايه؟ لايت ريفراكت، وبالتالي اللايت هيحصل له ريفراكشن بالشكل ده عادي جدا. طيب ناقص نجيب بقى مين؟ الانجل اوف ريفراكشن. نحسبها ازاي؟ من سنيلز لو عادي، ان 2 على ان 1 ايكوال ساين فاي على ساين ثيتا. نعوض بالداتا، ال ان 1 اللي هي 1.5، وال ان 2 اللي هي بروت 2، والفاي اللي هي ب 60. فنقدر نعمل كروس مالتيبليكيشن ونجيب الفاليو بتاعت الثيتا، فالثيتا هنا هتطلع 66، وده متوقع لان الدنستي قلت فالثيتا هتزيد. حلو كده، احنا عرفنا ازاي نستخدم الكريتيكال انجل من الجلاس للووتر. تعالى بقى نتنقل منين لفين؟ من الووتر للاير. هنعمل مين؟ نورمال جديد. الفاي هنا بكام؟ الفاي دي هتبقى زي دي لان هما الترنيت، فالفاي الجديدة هتبقى ب 66. حلو، مش اللايت هتنقل من هاي دانستي لو دانستي، يبقى نحسب الكريتيكال تاني. يبقى ساين فاي سي ان 2 على ان 1، بس هنا ناخد بالنا ال ان 2 بقى اللي هي مين؟ الاير اللي هو ب 1، وال ان 1 اللي هو بروت 2. فمن هنا نعمل شيفت ساين ذا 1 على روت 2، جبنا الكريتيكال انجل هتطلع ب 45. حلو، يبقى انا كده جبت الكريتيكال الانجل التانية بين الووتر والاير، طلعت 45. نقارن بقى الفاي بالسي بالكريتيكال، الفاي بتاعتنا ب 66 والكريتيكال بكام؟ 45. طب يبقى كده دي اكبر من دي. احنا قلنا لو الفاي اكبر من الكريتيكال هيحصل ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن، وبناء عليه اللايت هيرجع تاني للميديم اللي جاي منه اللي هو الووتر بانجل كام؟ 66. فدي اهميه الكريتيكال انجل، بتعرفنا اللايت هيكمل ولا يعمل توتال انترنال ريفليكشن. يبقى احنا خدنا كل شروط الكريتيكال انجل ومعنى التوتال انترنال ريفليكشن. تعال بقى نشوف الابلكيشنز بتاعتهم اللي هما الاثنين دول. الاوبتيكال فايبر دي اشهر استخدام ليها اسلاك النت، وده الفرق بين 3G وال4G. ازاي؟ دلوقتي لو انا جبت اسلاك النت القديمه بتتعمل منين؟ من الكابر. طب ايه المشكله انها تتعمل من الكابر؟ اللايت اللي هو الانترنت، ما هو الكترومغنيتيك ويف، لما بينزل على الكبر جزء منه بيخرج بره وجزء منه بيحصل له ريفليكس، ولما بيجي ريفليكشن هنا جزء منه بيخرج بره وجزء بيحصل له ريفليكس وهكذا، ولما بيجي هنا جزء من اللايت بيخرج بره جزء بيحصل له ريفليكس وهكذا. فبالتالي الكبر، سوري، اللايت لما يوصل لنا من الكبر، لو اللايت كان 100% في جزء كبير جدا من اللايت حصل له لوس للانرجي، فسرعة النت هتوصل لنا بكفاءة قليلة، قول مثلا 70%.
يبقى دي سرعة ال 3G بتبقى بطيئة عشان أسلاك الكوبر اللي شايلة النت بتقعد اللايت أو الإلكترومغنيتيك ويف تتشتت. لكن الأوبتيكال فايبر دي بقى مصممة لإيه؟ لأن اللايت ينزل جواها بأنجل أكبر من الكريتيكال، فيحصل له إيه؟ توتال انترنال ريفليكشن، ولما ينزل هنا يحصل له توتال انترنال ريفليكشن، وهكذا توتال انترنال ريفليكشن لحد ما يخرج من الناحية التانية من الواير. وبالتالي كفاءة لو 100% في الأغلب هتفضل 100%، هيحصل طبعا لوس بس بكمية قليلة جدا، عشان كده الكواليتي بتاعت النت بتفضل كبيرة. وده الفرق أو ده استخدام التوتال انترنال ريفليكشن في الأوبتيكال فايبر. تعال نشوف الأبليكيشن التاني وهو الريفليكتنج بريزم. الريفليكتنج بريزم ده بستخدمه في حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ اول حاجة اسمها البايروسكوب، وتاني حاجة البانوكيولر. ازاي؟ ريفليكتنج بريزم ده عبارة عن بريزم زي ما انت شايف، الانجل بتاعته دي 90 ودي 45 ودي 45، ده ثابت، الدايمنشنز دي ثابتة. تعال نشوف اول حاجة البايروسكوب ازاي. البايروسكوب ده جهاز انت بتبقى تحت المية بتشوف اللي فوق المية. ازاي؟ تعال اقول لك، لو البيم اوف لايت نزل على البريزم بالشكل ده هيكمل بيربنديكولار لانه نازل نورمال، والانجل دي ب 90 ودي ب 45، لان احنا عارفين ان في الريفليكتنج بريزم دي 45 ودي 45. حلو، انا عرفت ان الانجل دي 45، عشان نعرف الانجل اوف انسنس على السايد ده هنبتدي نعمل نورمال بالشكل ده. حلو، عملنا نورمال، يبقى الانجل اوف انسنس بكام اللي جنبها اللي هي برضه بكام؟ ب 45. تعال بقى نشوف، مش اللايت هتنقل من هاي دانستي لو دانستي، يبقى بنحسب الكريتيكال. فالكريتيكال بعد ما حسبناها طلعت 42، يبقى اللايت ده نازل بانجل 45 اكبر من الكريتيكال. طالما الفاي اكبر من الكريتيكال هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن، فهينعكس كده مش هيخرج بره البريزم. فانا عرفت هينعكس بانجل كام؟ 45، ودي هتبقى بكام؟ 45. يبقى دي 45 ودي 45، يبقى الانجل دي بكام؟ ب 90، وبناء عليه اللايت بيربنديكولار فهيخرج زي ما هو في ستريت لاين بالشكل ده. يبقى احنا كده قدرنا نغير الباث بتاع اللايت 90 ديجري. هو ده اللي بيحصل لو انا عملت زوم هنا، احنا علشان نشوف اللي بره بنحط جوه البايروسكوب ده بريزم وهنا بريزم، فاللايت بيجي كده بيغير اتجاهه 90، يجي كده يغير اتجاهه 90 لحد ما يجي على عينينا. تمام، ده الجزء الاول او الاستخدام الاول للريفليكتنج بريزم. تعال نشوفه بقى في البنوكيولرز اللي المنظار بنستخدمه ازاي. في البنوكيولر اللايت بيجي بيربنديكولر من الناحية التانية كده زي ما احنا شايفين، وهنا انجل 90 فدي 45 لان الانجل دي 45. هنبتدي نعمل نورمال هنا بالشكل ده، فالانجل اوف انسنس اللي جنبها دي ب 45 ودي اكبر من الكريتيكال اللي هي 42، فيحصل له توتال انترنال ريفليكشن بالشكل ده. تمام، ودي بكام؟ ب 45، واللي جنبها برضه ب 45، ودي اللي تحت ب 90 فاللي جنبها دي ب 45. حلو جدا. طيب بعد كده هنعمل نورمال هنا بالشكل ده، والانجل اوف انسنس بكام؟ بالانجل دي اللي هي برضه ب 45 اللي هي لسه اعلى من الكريتيكال، فيعمل له توتال انترنال ريفليكشن بالشكل ده وهيرفلكت بانجل 45، ويبقى ده الباس بتاع اللايت لحد دلوقتي، والانجل اللي جوه دي 45. وبما ان الانجل دي 45 يبقى الانجل دي بكام؟ ب 90. وطالما الانجل 90 يبقى نازل بيربنديكولار فهيخرج وزاود اني ريفراكشن بالشكل ده. يبقى في الريفليكتنج بريزم لو اللايت نزل من الناحيه دي هيغير اتجاهه بانجل كام؟ 180، زي ما انت شايف ده في البنوكيولرز، ان اللايت بيجي من هنا على البريزم يلف 180 درجه ويلف 180 درجه لحد ما يوصل لعينك. يبقى احنا كده عملنا ريفيجن على التوتال انترنال ريفليكشن، وعرفنا الابلكيشن بتاعه في الاوبتيكال فايبر والريفليكتنج بريزم. وفي الديسكريبشن تحت الفيديو هتلاقي رقم للتواصل لو انت عايز تاخد الدرس ده اونلاين او اي درس تاني اونلاين على الويب سايت بتاعنا. واشوفك على خير المره الجايه في سمر جديد لدرس جديد. سلام.